مساء الخير حضرات الضيوف الزملاء الأصدقاء. رمضان مبارك، رمضان كريم. يتشرف معهد نيويورك أبو ظبي باستضافة هذه الأمسية الرمضانية. منذ تأسيسه عام 2008 يعمل المعهد على استقطاب الأكاديميين والمختصين والفنانين من شتى أنحاء العالم إلى مؤتمراته الأكاديمية وبرامجه العامة. في العام الماضي أطلقت جامعة نيويورك أبو ظبي النسخة الأولى من فعاليات رمضانيات التي تستضيفها ثلاث من مؤسساتها، وهي مركز الفنون، رواق الفن، ومعهد جامعة نيويورك أبو ظبي. ونريد من هذه الفعاليات الاحتفال بقيمنا المشتركة في هذه الأيام المباركة، وأحياء هذا الشهر، شهر رمضان الكريم، مع مجتمع الجامعة ومع جمهورنا كما عهدتمونا. وهذا العام نستضيف النسخة الثانية من رمضانيات، وتتضمن جلسات حوارية وعروضاً فنية تحت شعار الأندلس. في النسخة الأولى استضاف المعهد سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية في ندوة حول أبو الطيب المتنبي، أهم شعراء العرب. واليوم في المعهد نعود إلى الشعر ونضيف إليه الموسيقى. في هذه الأمسية الرمضانية المميزة نستضيف الشاعر مهدي منصور والموسيقي فرج أبيض، تحاورهما عبر رحلة شيقة الأديبة والإعلامية بروين حبيب، يسلطون الضوء خلالها على العلاقة الوثيقة والممتدة بين الشعر، الفلسفة، والموسيقى ومراحل تألقها بدءا من الشعر والطرب الأندلسي وصولا إلى الشعر والموسيقى المعاصرة. وتناقش الأمسية الأثر العميق للمقامات الأندلسية على بنية القصيدة العربية ومقاماتها الموسيقية على عصرنا الحاضر. سأترك للدكتورة بروين حبيب مهمة تقديم الشاعر مهدي والموسيقي فرج، وأنا أقدم الدكتورة. دكتورة بروين حبيب كاتبة وصانعة ثقافية، ناقدة في الحقل الأدبي وخبيرة إعلامية، عرفت في الخليج والعالم العربي إعلامية رصينة ومحاورة بارعة، رفعت مستوى الإعلام الثقافي إلى مرتبة مشرفة، وقدمت بخبرتها دورات عدة في الإعلام، ساعدها على ذلك تكوين أكاديمي وازن، فهي دكتورة في النقد الأدبي وأيضاً إنتاجها الإبداعي المميز شمل مروحة واسعة من المجالات الثقافية ابتداءً بالشعر والمقال الصحفي ودراسات عن أدب المرأة وليس انتهاء بأدب الأطفال. نشطت فعاليات مفصلية في دولة الإمارات كافتتاح برج خليفة وتحدي القراءة، وحكمت في جوائز مهمة كالبوكر برايز ولجنة الشرقي للإبداع، وتخللت مسيرتها تكريمات عديدة وجوائز معتبرة مثل جائزة مجلس التعاون الخليجي وجامعة جورج واشنطن للمرأة الديناميكية. فاستحقت بجدارة أن تكون رائدة البرامج الثقافية في الخليج العربي. شكرا دكتورة لكونك معنا. ضيوفنا الكرام، شكرا لكم على الاستجابة للدعوة وعلى روح المشاركة التي دفعتكم للحضور. أهلا وسهلا في جامعة نيويورك أبو ظبي، رمضان كريم. مساء الخير جميعا، رمضان كريم وعساكم من عواده. شكرا دكتورة نادية على هذا التقديم السخي، غمرتيني بلطفك. الليلة راح نمضي معا مع الشعر، مع الموسيقى، مع الصوت، مع الفلسفة في طريقنا إلى الأندلس. القصائد المغناة، حابة أقول إن غير كل هذه السيرة يعنيني شيء في حياتي هو الشغف، شغف وحب اللغة العربية، حب الصوت، الصوت الذي يبدأ بنبض الطفل في رحم أمه، ساكن متحرك متحرك ساكن، موسيقى، صوت، الصوت، الشعر، الشعر اللي ممكن يحمل الحكمة، يحمل الجنون إذا تقاطع مع الفلسفة،
والقصيدة المغنى طبعاً نحن جميعاً نشأنا وتربينا على قصائد مغنى، ارتبطنا بالشعر وحبينا الشعر وحلقنا في حالات مزاجية وحالات شعورية مختلفة، حبينا مطربين مطربات عبر أغانيهم. القصائد المغنى كانت طبعاً رغبة وما زالت عند معظم الشعراء، لأنها تخلد القصائد، لأنها تحقق لهم الانتشار الأكثر، الأسرع، الأكثر تأثيراً، وتبقى خالدة. ويا حظ يعني من تضافرت عنده ثلاث مقومات: الملحن والصوت الجميل والقصيدة اللي هي الأساس في الأخير. يا حبيباً زرت يوماً أيكه. إحنا نشأنا مع الأطلال، رغم أن إبراهيم ناجي هذا الشاعر العظيم كان طبيباً، مثل ما اليوم إحنا راح نحاور فيزيائي أكاديمي رصين وهو شاعر موهوب جداً مهدي منصور. عشنا مدرسة الحب، وانتشرت قصائد نزار قباني مع كاظم الساهر، هو الأكثر تأثيراً في المرحلة الحديثة، رغم أن إحنا سمعنا نزار بصوت أم كلثوم، وسمعنا طبعاً بصوت عبد الحليم حافظ قارئة الفنجان ورسالة من تحت الماء، وأطربتنا نجاة الصغيرة في أيظن، وحلقنا مع ماجدة الرومي طبعاً في أحلى أغانيها، ما بقول من أحلى، شوي بتحيز، لقصيدة كلمات ويا ست الدنيا يا بيروت لنزار. سمعنا أيها المارونة في الكلمات العابرة لمحمود درويش أصالة وهي تغنيها، سمعنا الكثر، سمعنا حتى الأصوات الجديدة فاية يونان، وحتى أنني تعرفت أكثر على الشاعر مهدي منصور، أحب يديك بصوت فاية يونان، وهي من الأصوات الطليعية الشابة الذكية جدا في احتواء موهبتها. وأنا حقيقة فرحت لما عرفت أن حوالينها ناس موهوبين، يعني في انتقاءات نصوصها، مدير أعمالها كيف يعني هندسون لها موهبتها في زمن احتلت الأغنية السهلة المستهلكة، الأغنية اللي السريعة المتسارعة، وهو طبعا نمط، هذا النمط أذاننا، يعني أدخل لنا الكثير من الشوائب في أذاننا. لسه الدنيا بخير. لما كنت أحضر برنامجي كنت كثير حالمة، لأني جاية طالبة آداب، كنت أحلم، وهذه الأحلام اليوم أنا أشوفها تتحقق بأجيالنا الجديدة، كنت أحلم أني أشرب قهوة مع حنة مينة في بيته، تحقق الحلم. كنت أحلم أني أشوف وألتقي طلال حيدر، اللي الصبح سيدة الصباحات الجميلة فيروز تسمعني صوتها وحد بيبقوا مثل زهرة البيلسان. تعرفت على مارسيل خليفة وهو بيقول بغيبتك نزل الشتاء قومي اطلعي على البال في فوق سجادة صلاة واللي عم بيصلوا قلال. التقيت عبر مسيرتي وعشت معاهم، عشت مع الشاعر والمطرب، وعشت مع، يعني كنت أتوهج، يمكن كنت أتحيز أكثر للشعر كوني شاعرة، وإن لم أخلص للشعر كثيرا. اليوم أنا لما أشوف جيلنا الحالي يغني قصائد للولادة بنت المستكفي، وكيف عاشت هذه القصة الجميلة، قصة الحب العظيمة مع ابن زيدون في نونية ابن زيدون، احنا كنا ندرسها بالجامعة، فاليوم احنا نسمعها بأصوات من الجيل الجديد. احنا ربما فقدنا في زمن ضاعت البوصلة منا، وصرنا في عالم بلا بوصلة، زحف السوشيال ميديا علينا، الغث هو السائد، لكن في أمل، ما زال في أصوات من الجيل الجديد تحترم القصيدة، تنتقي القصيدة، تغني لابن عربي وصولاً إلى عبد الحليم، مثل ما فرج أبيض هذا الفنان السوري الحلبي القادم لنا من نيويورك. رح نستمتع بهذه الأمسية، ورح ندشن ألبوم جديد قبلة عشق بعد يومين، رح نعلن عن هذا الألبوم ورح نعرف شو قصة هالألبوم وليش هالثنائي فرج أبيض ومهدي منصور. نرحب بكم بهذه الأمسية الرمضانية
في هذا الشهر الفضيل ونقترب من الشعر اللي هو مش فقط هو الوحي الذي نزل في وادي عبقر، هو رؤية، وهو بدون الشعر الإنسان ما يكون إنسان. يعني العاطفة، يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يكتب لنا رواية أو قصيدة، لكن ما عنده قلب، فما عنده عاطفة، ما ممكن يكتب قصيدة تطلع من آها أو من تجربة شعورية أو من ألم أو من فقد. فالإنسان بلا شعر، بلا قصيدة، لا معنى له. فأعتقد أن احنا لازم نرجع لهذا الشيء الحقيقي، جوهر إنسانيتنا، الجوهر العميق للإنسان، وهو الشعر الذي يؤدي إلى الموسيقى. أما الموسيقى تؤدي إلى الشعر راح نعرف بعد قليل. أرحب بمهدي منصور، شاعر لبناني أكاديمي، دكتوراه في الفيزياء، وقبل قليل قال لي كان عنده جلسة عن الفيزياء. لابد أن يكون الشعر فيزيائيا؟ لكي تكون فيزيائيا عليك أن تكون شاعر. أنا واحدة كنت فاشلة في الفيزياء، هيدي محسومة. أنا كنت واحدة فاشلة في الفيزياء، هلا حيقوموا يظهروا بس تروش. كيف تخليني أحب الفيزياء؟ بوعدك يعني هلا إذا ضل عنا وقت نحكي شوي ممكن. متخصص بالفيزياء والتربية، ابتدى مشواره الشعري في برنامج المميزون 2003 في لبنان، حصد الميدالية الذهبية عن فئة الشعر المرتجل. مهدي أيضا حصل على جائزة لجنة التحكيم في برنامج أمير الشعراء، أشهر البرامج، برامج المسابقات في الشعر العربي اليوم، واللي طبعا احتضن هذه المشروع المتميز إمارة أبوظبي. يكتب بلغة عصره، عنده عناوين لافتة، عناوين حديثة، لكن من جوه شعره في شيء للحين متمسك بالكاتدرائيات الشعرية، رغم أنه هو يحب يدمرها، ما زال يحن إلى الموزون والتفعيلة. لم يخرج إلى قصيدة النثر، لم يقترف قصيدة النثر حتى الآن. مهدي منصور صدر له متى التقينا 2004، أنت الذاكرة وأنا 2007، كي لا يغار الأنبياء 2009، يوغا في حضرة عشتار 2010، أخاف الله والحب والوطن 2016، الأرض حذاء مستعمل 2016، وفهرس الانتظار 2018، وعندك قوس قزح للأطفال. صحيح. مهدي منصور، الشعر هو آلة الفضلة لأعيش الحياة ببطء. راح أسألك أول سؤال هذا، كيف البطء في الإيقاع؟ وهو يؤمن أن حدثي اليوم هم كلاسيكيو الغد. تطرحي مواضيع كبيرة كتير. مواضيع كبيرة كتير. ورح فرج أبيض، فرج حقيقة كثير شيء حلو أنك أنت في أمريكا موصل هذا الصوت ومهتم بالتراث، بالإرث بهالطريقة، تغني القصائد اللي هي عصية على التلحين بطريقتك الحديثة. وطبعا إيمان جميل جدا من مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أنهم يحتضنون هذا الألبوم الجديد قبلة شعر، دعم للمواهب الجيل الجديد حقيقة من الفنانين العرب الواعدين، استقطاب مختلف شرائح المجتمع من الجمهور، وهذا هو الهدف، أنك أنت توصل لأكبر شريحة من الناس. أنا ما أحب أني أقول الأغنية الملتزمة، أنا أحب أقول الأغنية المختلفة، لأن كثيرين يعني قابلتهم في مشواري وآمنت بهم وحاولت أني أدعمهم، ورغم أنهم مش نجوم، يعني في أصوات كثيرة كانت مش نجوم، وحتى الآن هي لا يعني لم تحظى بنجومية، لكن باحترام الذائقة الفنية لنقل. فرج مؤلف مقطوعات موسيقية مستوحاة من الموسيقى العربية الكلاسيكية بأسلوب حداثي معاصر، قدم الفنان الذي يجيد العزف على العود والكمان والآلات الإيقاعية حفلات موسيقية بالتعاون مع موسيقيين وفنانين من كل العالم مع لمسات عربية. وأحيي وأثمن هذه المبادرة التي بادرتها وذهب ريعها لضحايا الزلزال قبل فترة. أهلاً وسهلاً بكم وأهلاً بجمهورنا الكريم. رح ننطلق ونسأل عن قبلة عشر.
أولاً كيف تعرفتوا على بعض؟ سؤال منيح. أنا وقت الكوفيد كلياتنا كنا منزل شغلات على إنستغرام، هالوقت لفنانين كان هيك كتير وقت إنه هيك بنعمل introspection هيك، يعني مين أنا كفنان. بحس إنه كلياتنا بمجال الفن هيك بهذاك الوقت كنا بنعمل reflection، وأنا يعني قررت بهذاك الوقت إنه بدي ألحن قصائد، خلاص هذا بدي إنه اختصاصي يبقى هيك. فلحنت غنية على قصيدة دمشق لنزار قباني، وطبعا يعني هالفترة كان كلياتنا بنيويورك بالبيت، ما في حدا بيطلع من البيت، فأنا سجلته بشكل هيك مرتب ومع العود وهيك عندي بالبيت ونزلته. وأنا هيك بلحق مهدي منصور من زمان، أنا بيج فان يعني السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا. فنزلت الفيديو أنا بغني لحالي مع العود، ما في فرقة، هيك شيء كتير بسيط. بعدين إجا رسالة فويس نوت من مهدي قال لي شغلة كتير حلو، أنا بحب هالقصيدة من زمان، وطبعاً هو بيحفظ كتير. شو هي القصيدة؟ القصيدة فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبة، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة، حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية على ذراعي ولا تستودح السبب. فالمهم مهدي قال لي برافو كتير بحب طريقة ألحانك وهيك، قلت له شكراً كتير إن شاء الله نتقابل بالمستقبل. وبعد 6 شهور لقيت حالي ببيروت، وكان في حدا صانع أعواد اسمه ألبير منصور. ألبير منصور بس you're not related I believe. ما بيقربني، بس صانع أعواد مشهور جداً بالشرق يعني مش بس بلبنان. وسميع وكتير هيك مثقف موسيقياً. فجيت اشتري عود وغنيت هيك كم قصيدة من ألحاني، قال لي واو يعني أنت يعني عندك موهبة، ممكن تحكي مع صاحبي مهدي منصور. فاتصل فيه حطوا السبيكر، قلت له أنا بعرف مهدي، حكينا شوي على الإنستغرام، فاتفقنا هيك نلتقي بجميزة هيك. وين في الجميزة؟ مطرح ما صار في انفجار وشفتوا. أيوة بعرف الجميزة بس وين بالضبط؟ شيء ايه هو الازاز الازاز سكروه ايه تغير احتلونا الليبرالية صحيح. انا اذا السؤال لي كمان انا تعرفت على الفيرجن، هذا غير عن الفيرجن، هذا حد عنده لا هو الفيرجن صحيح، بس انا تعرفت على فرج كمان من خلال اعمال لفتتني له. اشتغل مع صديقتنا الشاعرة ميسون سويدان، وكمان بالصدفة شفت العمل. الحقيقة أنا لفتني أولاً هداك العمل، اثنين تلحينه لقصيدة دمشق، ما بعرف إذا حتغنيها الخميس بالحفلة عندك. طبعاً هون ممكن الليلة كمان فيها أي مقطع من الليلة، فيها شغل كتير حلو بالألحان، يعني برأيي يمكن أفضل شيء لحنه، والقصيدة عظيمة نزار قباني هذا. والشغل مع نزار يعني بتعرفي قازم اشتغل كتير وماجدة اشتغلت كتير، ومثل ما انت ذكرتي مقدمتك الرائعة تيلي السخية نادي عم تقلك هذه المقدمات. فإنه الواحد يتجرأ يدخل على منطقة نزار قباني ويلحن النص ويحكي مع عائلته، موضوع كتير كبير هذا، يعني اللي بيعرفوا بس استعمر النصوص. كاظم شاري معظم القصائد، فما حد ممكن يقرب من نزار الآن. إيه يعني في نحن طائرات من دون طيار، يعني عم نحاول نمرق فوق نزار. مهدي شو اللي عجبك عند فرج؟ لأن مثلا في أصوات كثيرة غنت لك، يعني فايا نمط، أحمد حويلي نمط، صح أوكي، غالية بن علي أيضا، يعني نمط كل واحدة في، بس فرج خصوصية صوته أو ألحانه أو فرج بيتميز أولاً غير جيل، يعني جيل فرج
يعني بالعمر بعتقد فرج صلح لي يمكن انت شوي بتصغرنا بتقريبا 5 إلى 10 سنوات وليكي عم نحكي غاليه من علي اكبر مني بالعمر احمد من عمري. فرج بيتميز انه اول شيء مقيم بالولايات المتحده الامريكيه بعاصمه الكون نيويورك مع ما يعني ذلك من سرعه حياه وبنيان شاهق وصعوبه انك تلاقي صوتك بغابه الباطون الامريكيه. فبيتميز فرج انه هو يعني هذا المشرقي الذي ارتحل مع اهله او ولد حتى في الولايات المتحده والجيل الثاني والجيل الثالث وانتبه انه في اصاله. وبعدين نحن في بيروت صرنا نشوف انه الناس عم بتروح من الايقاعات الصحيحه في الشعر، عم نروح اكثر باتجاه قصائد مختلفه، ما عم بقول احسن او اقل، وبالموسيقى عم نلاحظ انه في صار نوع من الابتذال، كل من مسك عود صار فنان وكل من كتب كلمتين صار شاعر، وبتعرفوا ازمه السوشيال ميديا والفيسبوك. ففرج هو هداك الصوت يلي جاء من اقصى الغرب مشحونا باقصى الشرق. هاي المفارقه ممتازه جدا برايي. بس مين اللي خلى عندك هاي الرغبه؟ يعني كان الحين من الباطون اللي موجود في امريكا كانك طالع عشبه من الحجاره، اريد ان احيا عربيا من التراث البيئه. من اللي خلاك تحب الشعر العربي؟ سؤال منيح والله. والله قصتي طويلة وكيف وصلت لهون شوي عنا هيك بس كمان نص ساعة قديش عنا عندنا كيف أقول بشكل سامري صغير هيك. بس أنا أول شيء أنا جيل رابع بأمريكا، فجدي ما بيحكي عربي، أبوي ما بيحكي عربي، فأبو جدي كان بيحكي عربي، فأنا تعلمت عربي من صفر. قبل ايه بلشت احكي عربي قبل 5 سنين، وكان عندي استاذ من حلب، وانا اصلي حلبي سوري، فحبيت هذا الشيء انه استاذي من حلب، فقلت خلينا نعمل دروس، نص الدروس فصحى نص الدروس هيك اغاني وعمي وهيك، مشان هيك انا بحكي كسوري. بس انا بلشت من صفر وخلال شكرا وخلال التعليم والدروس على الفصحى كثير انا I fell in love with فصحى، انه شو غني المفردات والاوزان والشعر. يعني نحن بامريكا عندنا شعر بس you can't compare it to الشعر العربي. It's richness, it's how many بحر do you have بالعربي. بالانجليزي ممكن بس 5. يعني ما وقعت في قصة حب مع امرأة حبت أن تغني لها بالعربي؟ ما وراء قصة؟ كمان كمان كمان؟ ممكن. I fell in love with many things. العود طبعا. فالمهم فبلشت أغني أغاني من تانيين زي يا حبيبا زرت يوما، فبلشت على طلال وهيك. بعدين قلت يعني دائما نحن كفنانين نغني لعبد الوهاب وصنباطي بس، وكنت بعمل حفلات كثير بنيويورك، بس قلت شو انا مسؤوليتي كفنان انه اقدم شيء جديد. يعني خلص في كثير ناس غنوا على طلال، فقلت خليني الحن. فدورت القصائد، وانا كنت بامريكا ما كنت بعرف شعراء يعني زي مهدي، فكنت عم لحن ابن زيدون او هيك او شغلات موجوده. بعدين بلشت اتعرف على الناس زي مهدي وميسون السويدان وهيك بلشت هالمشروع ووصلنا لقبلة وشعر هالالبوم. قبل قبلة عشق يا ريت نسمع من مهدي ابواب بيتك. يا رب والطرقات امتد آخرها تشدني وحبال العمر من مسدي، وهذه الأرض ما ضاقت على أحد فكيف يا رب ضاق الكون في أحد، كأنما بي مسيح من دم وأسى لكن مريم هذا القلب لم تلدي. نسمع القصيدة من البداية في هالليلة المباركة الرمضانية أبواب. تعرفي قصتها؟ لا نعرف قصتها. نعرف قصتها، نسمعها مع الجميع. كنا عم يفتتحوا مسجد عنا بالمدينة اللي أنا ساكن فيها،
ودعوني على افتتاح المسجد انه القي قصيده. وانا افترضت انه بافتتاح المسجد الافضل انه يقرا قران، يعني الشعر ما بعرف قديش مناسب، بس هو نوع من احترام انه انا ساكن هنيك طلبوا مني القراءه. فجربت اني اتهرب، ما مش الحال. فرحت لشوف هذا المسجد اللي بنوه، هو كان موجود ولكن وسعوه وكبروه، لقيته كبير كتير بس ما في مصلين. أثر فيه كتير هذا المشهد، ولقيته مسكر. يعني أنا حبيت أني أنا يعني صلي على الأقل، لا أقدر أقول أني كتبت قصيدي فيه، لقيته مسكر بعد ما افتتحوه لأن فهي اللحظة، هي اللحظة الشعرية. وهذا موضوع الإبطاء، نحن عايشين بحياة سريعة كتير، فالشاعر يعني بيحتاج أنه يوقف الزمن شوي ويلقط الفكرة ويروح فيها عمودي ويقدر يفتح فيها ويفك فيها وليقدر يلاقي اللحظة. فكتبت أبواب بيتك هذا الليل موصدة، أبواب بيتك هذا الليل موصدة، والسور حتى لسيل الدمع لم يحدي، فكيف أجمع آلامي لنافلة، وكيف أفرغ ما في الوقت من أبدي. يا رب يا رب، والطرقات امتد آخرها، تشدني وحبال العمر من مسدي، وهذه الأرض وهذه الأرض ما ضاقت على أحد، فكيف يا رب ضاق الكون في أحدي. كأنما بي مسيح من دم وأسن، لكن مريم هذا القلب لم تلدي. هب من لدنك لملح الوجد ماء رؤى، ولمسة من شفيف النور في الرمد، وادخل مساجد أيام التي صدئت ما دام بابك لم يرأف بطرق يدي. أرسل ملائكة ترقى لأغنيتي، فأن صوتي يتيم الأم والولد. أمشي وقامة حزني طول مئذنة، وكل ما كتب الزيتون معتقدي، وفوق ظهر حنيني حمل قافلة، حتى اشتبهت هلال ذاك أم جسدي. وذي نقوش لآيات بأعمدة، أم فعل إزميلي هذا العمر في كبدي. خلقتنا شعراء كي تصوغ بنا جوامع الناس من دمع ومن كمدي، وأنت أعطيت من صانوا جوامعهم ووسعوا الخير فيها حصة الأسد. لذاك وسعت آلامي بحبر دمي، وفوق صدري حملت الآه عن بلدي. من غير مقتدر يرنو لمنكسر، أو غير منفرد يحنو لمنفرده. الله، أحسنت. الله. مهدي منصور يمثل الجيل الجديد في الشعر في لبنان، يعني مواليد 85، يعني 80، يعني موديل الثمانينات، يعني لا كتر توك، يعني تقول ان انا اكبر مني 90. يعني توك. لكن تكتب ببنية إيقاعية أم، هي يعني نقديا احنا نسميها القصيدة العمودية الموزونة، هي البنية الإيقاعية الأم اللي هي للحين محتفظة بالوزن. صحيح. والوزن هو الرنان، هو المسيطر، هو وتد الخيمة. تجنون على القافية وايد، شو المرأة ما. في حس ذكوري في القصيدة العمودية. لكن كيف ممكن أن أنا أكون حداثي وأطرح الحداثة في صوري وانزياحات اللغة وتراكيب اللغة، وأخلق دهشة؟ أنا كان عندي دهشة حقيقة، يعني ما أجاملك، وهذه اللي هي المعادلة الصعبة، أن تكتبها بأوزان وبنسق إيقاعي كلاسيك. سؤالي، أنت قلت مقولة كثير لفتت نظري، أن كل محاولاتك لجر الحداثة أو مياه الحداثة لأوزان الخليل، عروض الخليل الفراهيدي، زادتك عطشاً. صحيح. يعني ما أنا مش متعود على حوار مع حدا هالقد متعمق، شاعرة وناقدة وبرين أسئلة عميقة. هذا يعني من الحوار، ولكنك ما زلت تحاول. يعني أنا هذا الوعي عجبني عندك مهدي، أنك تحاول وتجرب في مساحات قد تكون صدئة، أو أحيانا إحنا نقول خلاص هذه القصيدة لا تشبهنا تماما، هذا الوزن لا يشبهنا، أنا نريد أن نتمرد. أنا أحب القافية، تريد أن تتمرد. أنا أحب الإيقاعات العربية، العربية الأصيلة، أنا أحبها. يعني مش إنه والله مجاملة أو مثل بيقولوا الجمهور عايز كده، أنا يعني هيك بتمشي بدمي. وكتابة القصيدة العمودية إذا يعني قدرت أحكي فيها كل اللي بدي أقوله، بعتقد أنا إنه أفضل بكتير من إني أروح على أي مسارات أخرى.
الدهشة بالشعر هي مش بس في الموسيقى، في المعنى، طبعاً. في اللغة، طبعاً. في الاستعارات. يعني بيتهوفن لما عمل الإيقاع اللي غير الدنيا كان بحالة غضب، والسياب كان عم يشعر إنه بحور الخليل ضيق عليه فبده يظهر منها. وأنا رحت على قصائد بكتب تفعيلي. ولكن لا أباهي بقصيدة تفعيلي اللي أنا بكتبها، علما إنه أنا ديواني أكثر من نصه بيكون قصيدة تفعيلي. القصائد يلي ما بعرف شو العلاقة بين الشعر وقصيدته من بعد ما تنشر. أحيانا الناس والمجتمع والبيئة والتاريخ هو من يقرر إنه هاي القصيدة تبقى. ما بعرف شو هي المعادلة، بس أنا من قصائد اللي كتبتها أبواب بيتك ما دخلت أمسي، وحتى اليوم ما تخيلت تسأليني عنها تماما، يعني إلا ما طلبت. رسل البيادر ما دخلت أمسي إلا ما طلبت. في قصائد خلاص انتهينا، موجودة دائما. وللمصادفة هي قصيدة عمودية. فهون يستحق أنه واحد يرجع خطوة إلى الوراء ويسأل، هل فعلا أنه الشعر العمودي انتهى؟ بفترة من بحياتي اعتبرت أنه انتهى، واعتبرت أنه بدنا نوقع كل الجدران لبناء مباني جديدة. وهذه المقابلة اللي حضرتك استندت عليها، اللي هي جر مياه الحداثة إلى البحور الخليل، عم يزيدني عطش وهذا الصراع، وتشعري أنه أنت تروح تعبي الماء من النبع وبيوقعوا الماء على الطريق. بعدني متردد، منه قرار نهائي. مش قرار متردد، مش قرار. ولا أنا ما يعني ما أقدر أصادر يعني أي بنية إيقاعية قد تتقدم على القصيدة على الكلام، لكن مشروع يعني وارد إن ممكن تكون حية وتعيش. يعني مش لازم كل الشعر يكون قصيدة نثر اليوم لأن هي قصيدة حديثة، لكن إذا في موهبة عالية في خلق من أوزان الخليل يعني قصيدة جديدة مدهشة، ولا ما رأينا في قصائد جدا لافتة اليوم؟ صحيح. هي قصائد عمودية. لكن سؤالي أيضا إن أنت واعي جدا أعتقد بأن الفنان الكلاسيك اللي يرسم بورتريه ممكن بعدين يرسم أبستراكت، لكن ما يجي أبستراكت قبل ما يجرب البورتريه ويرسم فيكون عنده تراكم حقيقي فني حتى يصل إلى أبستراكت. 100%. هذه اللايرز اللي سماها الشعرية الطبقات جاكبسون في كتابه. 100%. وأكيد في بالقاعة معنا شعراء أصدقاء نحييهم على أكيد حضورهم. أكيد وأساتذة يعني وأساتذة. في النقد القديم والحديث موجودين معنا. دكتورة فاطمة المزروعي أنا أشوف يعني في جمهور عندهم أيضا يعني في هذا التخصص. يعني إحنا ليش نفترض شكل معين؟ صح. أنا اللي بدي أكد عليه، أنا مني عدائي لقصيدة نثر، حتى في أحد يعني إصداراتي في فصل كامل قصيدة نثر عم حاول فيها، حتى بالعمودي عم نحاول وكلنا عم نحاول. ولكن أنا يعني عندي عتب وهيك، عندي نوع من خشية أنه الذين يعني يتحدثون عن الشعر العمودي وهني لم يجربوا يوما هذا العالم، أو بيقول لك أنا اليوم بكتب قصيدة أو بكتب قصيدة حديثي وهو أصلا لم يتعلم بحور الخليل، وهي آخر مقالة. صحيح 100%. هي آخر مقالة له بجريدة الأخبار. شكرا عبد الله على الالتفات الدقيقة. نعم. وحتى كتبها على ديوان محمد علي شمس الدين يلي بيقول فيه كلما جرحته برتقالة تتبسم، وهو عم بيقولها بالتفعيلي عم بيقولها محمد علي شمس الدين، فهو انبهر فيها وافتكرها مترجمة، أو افتكرها ما خطر على باله أنه يمكن للتفعيل العربي أنه تحمل معاني حديثة. لأنا ماني كتير متخصص بالنقد، أنا بحكي عن تجربتي الخاصة. بقول فيزيائيا لا يمكن للسهم أن يذهب بعيدا إلى الأمام ما لم نرجع القوس قدر ما استطعنا إلى الوراء. فالعودة إلى الوراء برأيي هي غنى، والنظرة إلى التراث بنظرة واعية وانتباه وتعلم هي غنى للغة العربية. وأعتقد وأنا اليوم يعني أعمل في مجال التربية والتعليم وتجربة فرج هي خير دليل على أن اللغة ما زالت حية. يعني بتوصل على نيويورك على مبنى ببروكلين وبيقلك عجبتني وحبيتها وسحرتني اللغة العربية، من الـ يعني المقلق أنه نحن نقول أنه أولادنا ما بيحبوا العربي أو اللغة العربية لم تعد لغة العصر، أو أن الشعر العربي كلاسيكي، أو هذه المقاربات اللي هي منحطها هيك فقط منشات في الإعلام. ولكن في الشعر بعده الإيقاع الخليلي ما زال ممتلئاً بالفضاءات التي لم تكتشف بعد. ومثل ما بلحظة من اللحظات رحنا على قصيدة تفعيلي،
مرقنا بلحظات كثير، رجعنا على قصيدة العمودي ورجعنا على قصائد. يعني معنا نعم. عبد الله أبو شميس بقصيدة تفعيلي، عفوا إذا حاضر معنا عبد الله بقصيدة تفعيلي، أعتقد إنه عم بيروح على فضاءات هائلة جدا بالتراث وبياخذ شخصيات عظيمة، بيلاقي في ببطئ الزمن وبفوت فيها. عم بطرح نموذج حتى ما أكون أنا محور النقاش، بالعكس يعني بهذا المعنى. فأعتقد إنه يعني حتى في يعني شعراء يكتبون اليوم قصيدة نثر يستسهلون حتى وقفات تأملية في الشعر العربي، يعني ينظرون حتى لنزار قباني هذه القامة العربية السامقة بأنه شعر سهل وبنية الإيقاعية سهلة، رغم أن الكثيرين يعني يكتبون تحت مظلة نزارية ما زالوا. وحتى محمود درويش قبل أن يموت قال من لم يستفد من نزار قباني فليرفع أصبعه، لأنه هو بدأ نزاريا ثم كلمة. تجاوز نزار والكل مثل ما تقول صحيح. إن هذه الشبكة الإيقاعية المغرية، الرجز مستفعل مستفعل بقوة كان يلعب في هذا البحر، قلدوا كثيرين من الشعراء أو كثر من الشعراء. احنا نسمع دندن قبلة عشق. أوكي. شو يوم. عندكم من أغنية لمهدي؟ قبلة شعر. قبلة شعر. وقبلة شعر اسم الألبوم. هون الألبوم. قبلة شعر. وسميت الألبوم على هالكلمة وهالقصيدة كرمال حسيت إنه هالكلمتين يعني كتير بيعبروا على الرسالة تبع الألبوم اللي يعني هي إنه الشعر يعني وشو حلو الشعر العربي، وفي على الألبوم شعر حديثي وشعر أندلسي، فهذا يعني هالألبوم it's like a tribute to the greats of Arabic poetry. قبلة شعر لأستاذ مهدي منصور الأول غنية، بعدين دمشق لنزار قباني، لحظها لحظها لأحمد شوقي. تنوع، في تنوع، وفي في ميس السويدان كأنه صح، ميسون السويدان، في ابن سهل الأندلس، في أنا القوي، محمود درويش. محمود درويش على فكرة I think this is your favorite song. إيه هذه أنا مفضلتي بالألبوم، أكيد مش قصيدتي، هي مفضلتي، قصيدتي من ديواني الأول أكون أنا مفضلتي قصيدتك. شكلك تحب تغنيها. أنا برأيي غني اثنين يعني لدرويش. إيه منغني اثنين. نبدأ نسمع نسمع شيء، نسمع دندن على العود. يلا عودك جاهز؟ عودي جاهز إن شاء الله. عودك رنان. نغني فيروز ولا قبلة شعر؟ يلا قبلة شعر. نهر الخمر والشعر وعنبر، وخداك ماء الورد في كأس مغرب، وقبلة شعر عندها اللحن يسكر. شفاهك غنى شفاهك كرم اللوز واللوز سكر، وعيناك نهر الخمر والشعر وعنبر، وخداك ماء الورد في كأس مغرب، وقبلة شعر عندها اللحن يسكر. شفاهك
شكرا. نسمع القصيدة. في مقطع تاني بس هو تركها للحفلة. نسمعها. إيه أنا كوبليه هو بس غنى. نسمعها. بالضبط. حافظها؟ حافظها تفرج. شوي إيه أساعدك. أنا مش حافظها سيدي يقينا. مش حافظها. من ديواني الأول ومنه مش حاضر معي بس. بس انت موجود الكلام هون؟ موجود الكلام. خلاص اوكي اذا موجود مش الكلام حلو. يعني انا كنت حابه اني يعني استفز للالقاء. شفاهك شفاهك كرم اللوز واللوز سكر وعيناك. هذه القصيده لها مناسبه. ايوه انا بقول لهم يعني غزرنا شويه في رمضان شفاه وما شفاه. هلا هو يعني نرجع بعد هذا الفاصل. انا بقول ياخذوا كل الشعر اللي كتبناه مؤخرا ويعطونا حراره البدايات. ايوه بالبدايات اول الحب. اول الحب ايوه على قول الدرويش. ففي في حراره معينه بقصائد بدايات لانه ما بيكون عنا عبء انه التكنيك ونكون مبدعين ونتجاوز نفسنا خلاص هذا انا. فبديوان الاول يعني هو ديوان فنيا متواضع بس في احساس عالي وفي مناسبات حراره البدايات وفي ورا كل قصيده صبيه الحين طبعا نتزوج والصبايا خلاص عن جد ورا كل قصيدة سكرنا موضوع الصبايا قصة حب. فهي القصيدة أنا يعني بفضل بهرب منها شوي لأنه لها قصة بالبدايات عشان هيك مش حافظها ولا خايف من الرقابة. الله يسامحك الله يسامحك. نحن يعني نتحدث عن الحب الأخير خلاص. بس بدي نوه بنقطة أنه وقت اللي فرج أخذ الديوان وهو اختار هالقصيدة اللي اختار مش صارت فجأة أغنية. عملنا نقاش اخترنا الأبيات اللي بتتغنى أخذنا بعض المفردات يلي ممكن ننزيح عنها شوي لأنه ممكن ما تزبط كثير مع الأغاني وهذا اللي بياخدنا على أهمية أنه نكون شوي مرنين بعملية صحيح. إنتاج الأغنية معظم يعني الشعراء والمغنين كانوا هكذا معظمه هكذا صحيح. بس اليوم أنا بقعد مع ناس بيقول لك لا أنا هيدي قصيدتي وأريد أن أرتقي بأخي مين اللي قال لك طب أنت اليوم طيب ماشي الحال اسمع الإيقاع تعلم الإيقاعات الموسيقية وجرب قربهم على بعضهم من دون ما تكسر الإيقاع الشعري فأنا حبيت بفرج أنه بيعتني بالعمل بعت لي فويس من شي 12 دقيقة إن شاء الله ما بيبعث لكم حدا هيك فويس مش قصة قصيرة رواية وعملنا هذا الحوار معه مع فريق العمل يلي بنيويورك وعملنا احترام. نقاش فالمرونة هي الأساس في أثكس في تقاليد في التعامل يعني فاللي ما غناهن فرج بيقولوا عشقت إلى حد الجنون عشقت إلى حد الجنون ألم تري بأن عظامي من غرامك تحفر أخالوا بأني في الغرام متيم وأبدو محبا فوق ما أتصور وأني لأبدي بعض حبي وفي الحشا لأضعاف ما أبدي إليك وأظهر جميل ممكن أغنيه إذا بدكم فرج ممكن نسمع شيء أندلسي هيدي خليها للخميس الخميس أندلسي تغني أوكي. لنا شيء نروح للمقامات المختلفة ممكن شيء من أولاد بنت المستكفي نعم في عيوني
حياتي إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ما كفاني إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ما كفاني. شكرا. أحسنت. مهدي منصور، أغمض عينيك قليلا وتخيل لو أن جميع الناس صاروا شعراء، غدوا شعراء، يحدث مثلا أن يغدو ثمن الخبز بعشر قصائد لابن الرومي، والكابتشينو بنشيدين لدانتي. شو هالقصيدة؟ هذا الحداثة اللي يأخذنا لها إلى حافظها. والله بعدين صاروا كل الناس شعراء هلا اخر فتره، يعني انا بالعكس، انا يعني انا تخيلت اني ادخل مقهى اشوف سلطه نزار قباني وكابتشينو دانتي ولاتيه ابن الرومي. بالعكس حلو لو مقهى الشعراء، لو يصير الناس كلهم شعراء اعتقد انه العالم سيكون افضل وسيعج العالم بالاطفال. هذه قصيدة من ديوان الأرض عجبتني كثير، و يعني الأرض حذاء مستعمل. الأرض حذاء نسمعها؟ نسمعها طبعا أكيد إذا عجبت الجمهور. إيه؟ تعرفوا أنه بروين ما أعطتني أي إشارة قبل الأمسية، بدك تقرأ هيك؟ لا أحب أفاجئك يعني. طيب أنا ما أحب الحوارات المفبركة اللي بس رائع. هذه قصيدة اسمها أبجدية نوافذ مغلقة. أغمض عينيك قليلا وتخيل لو أن جميع الناس غدوا شعراء، يحدث مثلا أن يغدو ثمن الخبز العربي بعشر قصائد لابن الرومي، والكوبتشينو بنشيدين لدانتي، وتموت تعابير الموعد والقانون وصلة الرحم العائلة العادات، وتلغى الرحلات الجوية وإشارات السير، وتختلف الأشياء. جميل. قد يحدث أن تذهب للبقال ويذكر من شعر المتنبي شيئا فتعود بلا خبز، ويصادف أن يفقد محصول العام من التين لأن الفلاحين انكسروا حين رأوا شمسا في الماء. الله. شمسا في الماء، هاي حداثة. ستضيء اللغة الفوضى في الحانات، وتضيء اللغة الفوضى في الأحياء، ستضيق الكلمات كثيرا حتى تبلغ قلب القمح، وينتصر الإيجاز على الصلوات، وينفى النثر، ويعزى الميلاد ليوم تكلم هوميروس. سيبقى من بين الكتب التوراة ومن بين الرسل الهدهد، من سيرة موسى القلب الموغل في الشك، من نوح ابن أذكى من أن ينجو، من عيسى اليتم الأبدي الرغبة في جذع النخل. سيكون على الوردة ألا تذبل في النص، على الساعة ألا تنشر عقربها الوردي على حبل الأيام، غلاف الكوكب كيس يجمع صوت البحر المبحوح، الماء بلا قدمين يسير على رأس الرجل الماشي فوق الماء، فلاحون عطاشا وغاوون يهيمون يغيبون، كشهب حين تبوح بسر صباها تتلاشى، سيضيق العالم بالمعنى، سيضيق إلى أن يرث الأرض الشعراء. الآن وقد عاد الناس صغارا، وغدا العالم ممتلئا بالأطفال، لن يبتكر الأطفال دموعا أعذب أو قلبا أصفى، لن يتغير فيهم إلا نظرتنا، كنا نوقظ شوك الظلمة بين قصائدهم، لن يعرف واحدهم من الأطفال ماذا حل، فهم أصلا ولدوا شعراء. قصيدة مذهلة. شكراً.
يعني هلا فيها مقطع اخر لو الناس غدوا رسامين بس اكتفينا بالشعراء لانه هذه الحين صار عندنا فضول نجيب الديوان. هذا الديوان لإلك كتبت لك عليهم اهداء صار من الساعه 2 الظهر بقول شو بتهديها لبروين حبيب شو بتكتب لها على مقدمه الكتاب. شكرا يعني وجودك معنا الليله يعني هذه اضافه حقيقه يعني اماره ابو ظبي دائما تهتم ب يعني ان هي تفتح نوافذ جميله سواء حتى يعني كنا في قبل نهايه السنه في قمه اللغه العربيه وكانت عندنا اصوات ايضا غنوا باللغه العربيه الفصحى اروى السعوديه الفنانه وايضا الجندي اي ولاء الجندي يعني هذه كمان يعني اهتمام باللغه العربيه تطبيقا يعني وممارسه نحن بحاجه في موضوع كتاب تعمل عليه للمناهج وطبقتوه بابو ظبي طبعا. أنا كثير عجبني هالموضوع ممكن نعرف عنه؟ طبعا نحن نحاول يعني أنا أعمل في مجال الأكاديمية يعني بعيدا عن الشعر المنسحب إلى مكان آخر تربوي إيه أنا تربوي عندي من جامعة هارفارد بالإدارة التربوية شهادة وعندي دكتوراه بالفيزياء ولكن أعمل في مساعدة المدارس التربوية وكليات التربية على جميل. تحقيق تعلم أفضل ومن رؤيتي أنه لازم يكون الشعر هو المتماكن الأساسي للتعليم لا يمكن أن تكون مبدعاً في أي مجال حتى في الرياضيات إلا إذا كنت شاعراً ما ضروري تكتب قصيدة لكي تكون شاعر الشاعر هو اللي عنده الحالة الشعرية واللي عنده قدرة على تركيب الاستعارات القدرة على الخيال القدرة على الدهشة الاستمتاع بالحياة هذا هو الشاعر كل واحد فينا بهذا المعنى هو جميل الشاعر. هذا تعريف وبالتالي بجزء من عملي أحرص دائما عندما نبني منهجا للتعليم ونحن هنا في أبو ظبي الآن نعمل مع دكتورة هنادة طه على بناء منهج لمجلس أبو ظبي وطبعا وضع رؤيتها اللي هي رؤية ممتازة ومعايير تعليمية مهمة جدا بنحاول قدر المستطاع أنه ما نروح على الابتذال نروح على الأدب الأصيل الأدب الذي يعني إذا قرأه الطفل يشعر أنه حقيقي مش أنا عم بكتبه كرمال علمه الإعراب مش صعب عليه يعني ما بدأته بالمعلقات و... لا لا آه طبعا أيوة. هلأ المعلقات يعني بمعنى بمرحلة معينة تأتي نتاج طبيعي لهذا النوع من التعليم في الثانوية في الثانوية تأتي نتاج طبيعي ولكن المشكلة دكتورة بروين أنه في المدرسة تعالوا نحكي الحقيقة نصنف الطلاب يعني خلاص هذا الولد بصنفه مثل المعلبات علمي وهذا بصنفه من معلمات أدبي وبعدين أنا شايفه أنه هيدا ممكن يصير مهندس خيمين لي قالك هو سيكون معلم أفضل ومهندس أفضل وطبيب أفضل إذا مر بحالة الشعرية واستشعر الكتابة وفهم اللغة صحيح يعني حتى نحن عندما نكتب نصا علميا عم بطرح هذا الموضوع لأنه أعتقد جزء من رسالتي عندما نكتب نصا علميا نميز مثلا في اللغة العربية نحن بين الضوء وبين النور وبين الشعاع وبين السنة كل هذه مصطلحات باللغة الإنجليزية هي ذاتها على بيسعى الفرج منقول مونلايت منقول سانلايت منقول ستارلايت لايت بالعربي هل أدى له معاني القاموس العربي مختلف وفي سبب لأنه نحن منقول ضوء النجوم لأنه الضوء هو الذي يتولد من النجم منقول نور القمر الفيزيائي لأنه القمر يعكس ذلك الضوء يعني هذه النقاشات هاي إذا ما كانت موجودة بصف اللغة العربية وفي القصيدة العربية لأنه حتى عندنا قصائد عربية اليوم وعندنا شعر عربي ما بيميز بيقلك ضوء القمر هذه القصيدة ما بتقطع معي بالكتاب يا ريت المشكلة كانت على هذه سيدي إحنا أمام طالب ياخذ 20 حصة جغرافيا وتاريخ ورياضيات و باللغة الإنجليزية 4 حصص عربي نحن نمرر المعرفة باللغة الإنجليزية فكيف عندك أنت طموح أنك تصل للطالب اللي يميز البصيص من الشعاع من الضوء من اللهب من الشرارة من لا 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 هذه وايد يعني بعيدة أو الذي يبني المعرفة السنوات الضوئية أعتقد لأني كنت مدرسة لغة عربية يعني 6 سنوات درست فأعرف شو معنى طالب يقترب من اللغة طالب ثانوية حتى ما يستوعب بامرأة القيس مثلاً يفهم البلاغة يقدر يعني صعب هناك قطيع وفي نفور من الطلبة يعني أنا أتمنى أن هذه المعارف تكون باللغة العربية حتى لما نجي ونؤسس خيال الطالب أو أدنى مستويات التقويم لدى الطالب بالتذكر يكون ممكن يفهم مفردات قاموسه اللغوي اللي هو هويته
اللغة العربية. هلا بيكون مبسوط منك أستاذ أمين خبير تربية معنا بالقاعة. متفق معي؟ لأن بالعكس أنا يعني أحب أن الطفل يستوعب ويدخل، حتى يعني أحيانا نحن حتى في مناهجنا عندنا معضلة، نحن نمشي بالسلم المقلوب، يعني نبدأ بالمعلقات، نبدأ بالحوشي من الكلام، الألفاظ الصعبة الجاهلية يعني. فلماذا لا نبدأ بالحديث المعاصر وصولا؟ يعني الإنجليز ما يربون أطفالهم من الرياض بشكسبير مثلا. صحيح. نحن يعني أعتقد في سياسة تربوية بالمناهج يجب أن تتغير يعني، وأنا متفائلة بهذا الكتاب إذا فعلا درس الابتدائية والمتوسطة. صح؟ صحيح. في أبو ظبي الابتدائية والمتوسطة، وبعيدا عن يعني الكتاب نفسه، الرؤية مجرد التفكير أنه نحن نريد مجتمعا عربيا مختلفا بعد هالقد سنوات، هو تفكير استراتيجي يستحق التوقف، لأنه ولا مرة فكرنا بهالطريقة المنهجية فعلا بالعالم العربي. نروح نسمع شوي موسيقى من ابن عربي إلى عبد الحليم حافظ. خاطف عبد الحليم. عبد الحليم، يا سلام، ممكن أغني شيء ابن عربي ونروح؟ يلا نروح. إيه طبعا، ابن عربي وصلة لعبد الحليم حافظ. توجهت ركائبه، الدين بالدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني، فالحب ديني وإيماني، فالحب هذا مش عبد الحليم، هذا ابن عربي. طبعاً طبعاً. أكيد، بس راقص، اللحن راقص. بالضبط. قريب من الشباب أحسه. عندي قضية إنه هيك لازم، في هيك كتير ملحنين اليوم كثير لحنوا هالقصيدة. ودائماً بلحنوا هدول، خاصة ابن عربي، الإيقاع واحدة اللي هي كتير هيك بطيء، هيك دوم تك تك دوم تك تك. الجريء بالموضوع كملحن انه اغني على البلدي اللي هي يعني ايقاع مصريه هيك لرقص اللي هو بوم الدين بدين الحب. يمكن حتى الملحنين الكلاسيكيين يخافون الاقتراب من المنطقه الصوفيه الروحانيه عند ابن عربي ويخففونه باتجاه الملحن، وهذه جرأة منك يعني. بالضبط. وكمان هذا الشيء أصعب ملحن يغني على إيقاع موزون يعني البلدي دوم تك تك اوريدي جاهز، بس جاهز. موزون، فأنا لازم أحط الكلمات على هالإيقاع. بس إذا نلحن هيك فري زي واحدة تك تك الحب ديني وإيماني، هذه عادي يعني. أسهل. أغنية عادية جدا وسهلة. فهذا اللي حبيت، وبكل الألبوم أنا عندي هالفكرة إنه غنينا لأحمد شوقي على الإيقاعات 7 و5 و20. حلو. فهدول كتير هيك إيقاعات صعبة، حدا موسيقي لازم يدرس كتير كتير لحد فيك تسمعنا شيء لأحمد شوقي؟ لأحمد شوقي؟ أوكي. فغنينا مثلا هذا بدون عود، غنيها على 7 غنيناها، وهالسبعة يعني للناس اللي ما مش موسيقيين، الإيقاع العادي على 4، ف 4 أو 2 مثلا،
فسبعة كتير صعب، لازم we have to count 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. وهدول الإيقاعات السبعة والخمسة هدول تراثنا، يعني الموشحات ركبين على هدول الإيقاعات الصعبة. فاليوم للأسف يعني البوب ميوزك والأغاني الجديدة خلص راحوا هدول الإيقاعات، بس هذا جزء من تراثنا. وأنا السبب إنه كثير أنا مهتم بالشعر الموزون، كرمال أنا كموسيقي بحترم بدك تكسر أشياء وتروح لمنطقتك. حلو. فالمهم يعني لحظة بيروح هيك لحظها لحظها رويدا رويدا كملا كم تكيد للروح كيدا لحظها لحظها رويدا رويدا كملا كم تكيد للروح كيدا كفا أو لتكفا إنا بجنبه لسهاما أرسلتها لن ترد يلللي يللا يللا يلللي يللا يللا يلللي يللا يللا يلللي يللا يللا يلللي تصل الضرب ما أرى لك حدا فاتق الله والتزم لك حدا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي. حلو. قبل عبد الحليم نفتح الباب للجمهور. نسينا عبد الحليم. بغني عبد الحليم. الجمهور. عند البيت الحليم. شو سر سيطرت على عرش الغنى الرومانسي عبد الحليم؟ والله عبد الحليم أول شيء صوته هيك، بحس إنه عبد الحليم من الأول مغنيين العرب اللي كان بحط أهمية على الصوت الهادي. كان ذكي. إيه يعني مثلا أم كلثوم غنت مثلا هل رأى الحب سكارة ترردم، يعني بالصوت هيك مع قوة. بس عبد الحليم
موعود موعود هيك هادي بيركز العربة توبة. أيوة فهذا الشيء كتير جميل. وبعدين إجا مثلاً اليوم في فضل شاكر صوته هيك كتير أمير هيك الأحساس ويعني ضيعانه ايه. فأنا كمغني دايماً أنا بين هدول المدارس إنه بحب الصوت العالي زي صباح فخري أنا حلبي قدود جو أخر فبحب آه فلازم يعني كمغني تفتح يعني إيه. بس بعدين برجع أغني عبد الحليم وأهدى. فعلى الألبوم يعني أنا كنت قبل ما سجلت سجلنا بأهم استوديو بنيويورك الناس مشهورين بوب ستارز من أمريكا بيسجلوا هناك مثلاً ليدي غاغا ونورا جونز وباب ديلين يعني فجيت وكان في ميكروفونات من العشرينات جميل شغلات هيك فينتج وحلو فقلت يعني على هالميكروفون ممكن عبد الحليم كان بيغني على هيك ميكروفون من العشرينات فكنت بدي أقدم صوت جديد. فعلى الألبوم هتسمعي يعني أحياناً أنا بفتح هيك زي صباح فخري وأحياناً أنا هادي فأنا هيك هذا كان قرار تلوين. فني إيه حلو فإيه بس الغناء العربي شيء مدرسة كبيرة وأنا لسه بتعلم جميل فرج نسمع رأي الشاعر في سر عبد الحليم حافظ كمتلقي كمتلقي أنا يعني أعتقد أنه عبد الحليم كان عاشقاً لم يكن فناناً يعني جاء الغناء نتيجة طبيعية لممارسته للحياة على شكل حب من هيك ما في امرأة ما في رجل إلا ما مرق بعبد الحليم كيف بنزار قباني لازم في عمر هو عمر نزار يعني بالكتابة في عمر هو عمر عبد الحليم بعدين عجيب هذا الصوت وهذه الجرحة اللي هي بالصوت وهذا الإحساس العالي الإحساس يعني هو نفس السؤال ممكن يطرح بالقلب ما الذي يجعل القصيدة الشعرية قصيدة مهمة غير بتلاقي هلأ إذا بتلاقي في إيقاع وفي لغة وفي جمال وكذا بس ما بتعيش في شيء آخر وفي قصيدة بسيطة تبقى اللحن يصير عظيم والقصيدة تبقى 100% يعني أعتقد أنه عبد الحليم عنده هذا السر الإحساس العالي اللي هو فعلا خارق للزمن شكرا لكم أنا أحب أسمع الجمهور إذا في أسئلة مداخلات لضيوفي تفضل عزيزي السلام عليكم ورحمة الله صوتك المايك عاش ومات عاشقا مرحبا السلام فضل. عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. اسمي أنور سليمان وأنا أغني كرتون وفي البدايات لسه سؤالي عندي سؤال للأستاذ مهدي منصور والأستاذ فرج أبيض شو دور العيلة في يعني في كثير ناس مبدعين اليوم موجودين في الساحة وأحدهم يعني الفنان راغب علامة في بداياته كان يقول إنه والده كان ضده أو والدته ما كانت تسمح له إنه يطلع على المسرح ويغني والآن هو بوب ستار واحد من أهم الفنانين في الوطن العربي فشو دور العيلة في نشأة مهدي منصور وفرج أبيض اليوم يعني بالإنجليزي are they supportive هل هم داعمين للشيء اللي أنتوا قاعد تقدمونه في الفترة هذه شكرا thank you so much أعتقد هذا الموضوع يبي له جلسة ثانية لا هو على عجالة لأن طلعت علامات استفهام من راسي لأن في مطربين صاروا نجوم من عوامل خارج النص خارج الموهبة صحيح. يعني هل تعتقد راغب علامة هذا الصوت الواو وسامته بالإضافة شوي صوته حلو صح ولا لا ولا أنا غلطانة لا هو المقصد إنه يعني بشكل عام يعني أي بشكل عام العوامل إيه نعم لا أنا أقصد إنه يعني في كثير ناس اليوم مبدعين موجودين في الساحة أستاذة بروين وفي يعني في كثير ناس اليوم موجودين نعم. إلا ما يكون في فترة من فترات حياتك الأهل أهلنا شوي قديمين أنا اليوم أهلي حتى قديمين من النوعية القديمة تعاني مع أهلك أنك تغني كرتون؟ مش المعاناة لا 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 هي مش مقصد المعاناة في النهاية أنا عنيد راسي يابس شوي فالمقصد من كلامي هل كانوا سبورتيف في البدايات؟ هل كان هذا هو سؤالي؟ هو محتاج لجلسة طويلة عريضة حلو لا السؤال حلو لأن أحياناً البيئة يعني غير لما أنت تنشأ في بيت قال المتنبي وقال درويش وقال أدونيس غير لما تنشأ في بيت فغير سؤال موجه لكم
لذلك سألتك عن البيئة. مهدي يا ريت تخبرنا عن بيئتك. مهم كثير هذا السؤال، فعلا يستحق دراسة، لأنه أنا بقول لك إنه أهلي سبورتيف، يعني داعمين إلى حد كثير بعيد، استعمل كلمة أنت استخدمتها جدا، ولكن دعمهم كان دعم حب مش دعم ذا قيمة فعلية على مستوى الإنجاز. خلينا نكون صريحين، يعني إذا اليوم أنت قرأت أي قصيدة للست الوالدة رح تبكي وتقول لي يقبرني شو حلو. ما بيخليك تصير شاعر هذا الكلام. حلو هذا الكلام. نقطة تانية، سيد الوالد حسب الموضوع، يعني إذا كان قصيدة حب فهي مش حلوة إكس بال مهما كانت قصيدة عظيمة. أما هي إذا كانت قصيدة دينية أو ذات مناسبة بتعرف يعني، فهو هيك بينبسط وبيفرح حتى مهما كان نص رديء. أي فأنا أعتقد، أنا أعتقد أنه مرقت فترة بحياتي كنت عامل هذا الصراع مع العائلة. مرة بي خرج من أمسية شعرية لأنه كان مرق بقصيدة حب بعض المفردات اللي هو بيعتقد أنه يعني تخدش الحياة العامة. إيه؟ هو طبعا لا تخدش حياة عامة ولا أي شيء، بس كان هو شوي سنسيتيف أكثر شوي من اللازم حسب النسبة النسبية العملية، لأن الحياة عنده غير عن الحياة عندك. مفهوم الأهل للموسيقى ومفهوم الأهل ورؤيتهم إلى الدين ورؤيتهم أنه أنت هذا المنتج الإبداعي اللي يريد أن يعني يتكلم بلسانك ما لم يستطع هو أن يقوله، في حين أنك شاعر بالدرجة الأولى عليك أن تكون نفسك وعليك أن تفكر. فكنت عامل هذا الصراع، صراع هائل يعني. ولكن توصل لمحل بتفهم أنه ما بدنا نحملهم فوق طاقتهم، مش وظيفتنا نحن نحاكم أهلنا ونقول له هني كل اللي عملوه هني اللي قادرين يعملوه عملوه، لو كانوا قادرين يعملوا أكثر كانوا حيعملوا أكثر. صرت أرى من كل هذه المحاولات الحب الحقيقي يلي هو يتمنى. مثلا اليوم أنا بهذه الأمسية مثلا والدي عم يتمنى لي التوفيق وهو مش عارف عن شو بدي أحكي، يكفي هذا الحب. حلو يحرسك عن بعد. حتى أنا في قصيدي بروين بدي أقول بيتين من قصيدي، جيت على أبو ظبي مرتين، هاي تاني مرة. أول مرة جيت وقت أمير الشعراء وسألت نفسي شو بدي أقول بأمير الشعراء، يعني كل شاعر ما يمكن كان عبد الله صديق أبو بكر بيعرف أكثر من غيره، تجربتي بهديك الفترة كنا كتير قراب. طب أنا شو بقول، قصيدة وطنية ولا بقول قصيدة حب؟ قلت قصيدة عن العائلة، وهذه القصيدة ما زلت حتى اليوم فيها بيت بوصل بمحل بقول مري لأمنحني فمي ورعونتي ولأسترد من العناق يدي، أحتاج ضعف قواي 10 مائم أو ليلتي قدر وربع محيا. شوف شوف الدين قديش كان عم يعمل دعم للنص الشعري اللي انت اصلا عم تظهر منه. موسى لمحل بقول مري مرور الريح ليس تحسبا، ما كنت يوما عاشقا عذريا، لكن نصف الارض ابلغ رهبه واشد وقعا من هواك علي، وابي الذي لا يهتتي الا بتمتمه لقل هو بكره وعشيه. جميل. خرزات سبحته وحلم طفولتي اختار يديه مسكنا ابديا، عمري ترعرع عند جيب قميصه وقميصه البالي ترعرع فيا يرعى. شوف هل الله هي هذا اللي بدك اياه من كل. بس شو فرحته، اعتقد اني جاوبت على شو فرحته. بس في سؤال من سؤاله، هل كنت تعيش هذا الصراع ولذلك قررت ان تنتصر للفيزيائي على مدرس اللغه العربيه والشاعر؟ لان احنا ابائنا واحنا متفوقين واحنا صغار دائما يا دكتوره يا مهندس، فانت بدك تثبت انك المتفوق، مارست واستمريت حتى توجت دراستك بدكتوراه في الفيزياء. بان بي انا شاعر، شاعر يعني هيك شاعر ما بيطعم بس خبز. مش ما بيطعم خبز لك، غير الدكتور غير الفيزيائي. دائما العلوم ينظرون لشكل العلوم التطبيقية غير العلوم الإنسانية. يعني استاذ عربي، انا امي كانت تقولي شو يعني مدرسة لغة عربية؟ فعلا في هذه النظرة دائما للعلوم الإنسانية، حتى واحنا ناخذ PhD في النقد الأدبي وحاسين روحنا عند الأم والأب يمكن مش هالنظرة، غير بالضبط غير الفيزياء والكيمياء والأحياء لهم جل. هلأ أنا بمرحلة أهلي كانوا قلقين على مستقبلي، فكانوا حريصين على أنه روح على مجال العلوم، وأنا كنت فعلا بحب مجال العلوم. أنا رحت على الشعر لأنه على الفيزياء لأنه يخدم الشعر فيه أكثر من دراسة الأدب العربي. أنا عندي إجازة بالأدب العربي ولكن درستها في الجامعة اللبنانية في بيروت، وكنت حس حالي عم ضيع وقت. رحت على الفيزياء لأنه بطرح لي الأسئلة الكبرى اللي أعتقد أنه وظيفتي كشاعر أني صيغها وأكتبها وحاول أني جاوب عنها.
فبالنسبة لأهلي كانوا إنه طريق جيد إنه واحد يقدر بعدين يعلم بالجامعة والأخرين وهذا شيء جيد، بس بالنسبة لإلي هو كان طريق عندي كوع وراجع باتجاه الشعر، حتى لمرحلة قلت أنوق بحمل اسمي واسمي أهلي، أيحمل سيف قاتله القتيل؟ يعني في محل هالقد كان صعب بالعلاقة مع الأهل، بس كل هذه مواد شعرية وكل هاي مواد للإبداع. وأنا أعتقد يا صديقي أنه باللحظة اللي رح يتفتح فيها أول زهر على غصن موهبتك رح يصيروا يباهوا فيك قدام الناس، رح يقولوا ابني بيغني أغاني كرتونية للأطفال وقد أصبح فلان فلاني. وحابين نحكي شوي بعد الندوة، احنا يا ريت بس تسمعنا شيء من الكرتون والله، يعني عشان تقول حصريا تفتقت موهبتك في جامعة نيويورك يا ابو ظبي. بشرفكم كيف فيكم تعملوا ندوة وضحك الناس اذا ما في بروين؟ مملين الشعراء وجديين الاكاديمي. ليش هين حطتيني تف؟ انا كنت جاي استمع اليوم. لا بالعكس، احنا نحب شبابنا يكون عندهم مواهب بهالمستوى. قد لمعت عينا بالعزم انتفضت يمنا في هدوء الليل، من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما لتحقيق الإنصاف، وخيال أبيه في الأحلام يوقد في القلب الحساس حب الخير لكل الناس، مهما كان الثمن من الصعاب سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما للإنصاف. حلو كثير، شكرا. Thank you so much. حلو كثير. الله بس يا سلام. تفضلي. جدا نعم، لخوفهم على اولادهم. نتعرف عليك استاذه. اعتدال. واضح انه في اعتدال تماما. بس فعلا في مواهب فعلا تكون جدا مهمه وتطمر وتغيب. صحيح، موفق ان شاء الله. في سؤال ثاني لضيفينا الليله. على فرش. على البيئة. هو لأنه في البدايات قال إنه هو رابع جيل. تفضل. سألت أول سؤالي. مزبوط، والله السؤال كتير حلو، شكرا على السؤال. وأنا تمام. فأنا أهلي يعني مثل ما قلت أنا جيل رابع بأمريكا، فيعني أبوي ما بيحكي عربي وأمي ما بتحكي عربي، أمي أصلها روسية يعني حتى هي مش عربية. فأنا عم لحن قصائد وعملت هالألبوم وما بيفهموا ولا شيء يعني. وبالأول قالوا لي يعني لما كنت بدي أتعلم عربي قالوا لي كيف حتتعلم هذا الشيء؟ قلت لهم أنا جذوري سوري، بدي أتعلم أغني قليل مليحة وهيك. قالوا لي أوكي تمام، بس عربي أصعب لغة. قلت لهم بس هيك بدي أعمل هيك. بلشت وشوي شوي هيك صرت محترف وبعمل حفلات بنيويورك مع أدمف اللي دعموا الألبوم. بدي أشكرهم كتير كتير. أبو دبي ميوزك فاستيفل عملنا كولابوريشن وغنيت بكارنيجي هول اللي هو أهم بأمريكا. في هيك ناس بيمزحوا مع بعض إذا في حدا موسيقي ببلش يتعلم، نحكي هيك إن شاء الله نشوفك بكارنيجي هول، كأنه هذا مستحيل هيصير. بكارنيجي هول مكان كتير مهم. فمن طريقة أبو دبي ميوزك فاستيفال غنيت بكارنيجي هول. حلو. هذا كان شكرا. برافو فرج. ومو بس غنيت ابن عربي، ألحاني على ابن عربي.
وعلمتهم الأمريكان شو يعني ابن عربي وشو المعنى لهالقصيدة الجميلة اللي غنينا من قبل. فكانوا فخورين كتير فيني بس ما كان بيفهموا الموضوع. وبالأول كانوا هيك شوي يعني هيك نيرفس إنه شو هيصير، متوجس لأنه هذا الأب أو الأم يعني هذا شغلهم إنه يخافوا على أولادهم. فصار هيك 5 سنين 6 سنين لحد هلأ شوي شوي صاروا إنه يشوفوا إنه هيك شي بيطلع من كل هالتعب، وأنا كتير فخور بهذا الشيء. وكتير هيك وصار هن مثلا أبوي هو حلبي سوري بس ما بيحكي عربي، صار هلأ خلال هالألبوم والشغل والحفلات صار إنه بده يتعلم لغته، وصار هيك كل شيء هيك العكس شوي معي. بس هيك حلو. هذا اسمع آخر سؤال. في سؤال تفضلي. مرحبا. اسمي فاطمة مفتاح من ليبيا، أدعي أنني شاعرة. أولاً أنا حابة نشكر صديقتي نجاة الظاهري. حي نجاة الظاهري أميرة الشعر. نجاة هون يلا الحين نسوي شعر مرتجل. بالضبط، لأن نجاة يعني صحبتني اليوم لهذا المكان الجميل، فأنا ممتنة لها جدا. أنا حابة يعني نطرح مجموعة من الأسئلة اللي دائما تدور يعني في ذهني بخصوص اللغة. يعني ما الذي ممكن ان احنا نقدمه للغه اصلا، وهل فعليا احنا قاعدين نساعده في الاجيال ان هي تحب اللغه في ظل مجتمع او في ظل يعني منظومه كونيه تنفر من اللغه العربيه، لان العالم اصبح يفكر باللغه الانجليزيه. فاحنا في تحدي، هل نحن فعليا قاعدين نقدمه في شيء حيرجع للغه مكانتها على الاقل؟ هذا من وجهه نظري. الشيء الآخر إنه أنا اللي نشوفه إن كل الأماسي أو أغلب الأماسي حتى اللي حضرتها الآن في أبوظبي بعد أمير الشعراء، وفي تجربتي أنا الشخصية في أمير الشعراء، إن اللي يجوا يحضرهم شعراء نفسهم، يعني شعراء يستمعوا لشعراء حافظين قصائد شعراء. فهذه مشكلة حقيقية. يعني من وجهة نظركم كيف من الممكن تفكيكها؟ كيف من الممكن إحنا نكون قريبين أكثر للمجتمع؟ إلا إذا كان تروا أن إحنا فعلياً قاعدين نكتبوا للنخبة، يعني زي ما يقول المجتمع. بس شكرا. حلو. سؤالك موجه لمهدي منصور الشاعر، لأنه هو عاش أيضاً تجربة أمير الشعراء وعنده وجهة نظر. نعم كانت موجودة مشاركة. سؤال مهم فعلاً. إيه سؤال جداً مهم. نعم. لا في سؤال ثاني. فهمتك، أنا فاهم أعرفهم. مرحبا. أنا اليوم بس جيت سمعت على المحاضرة وعن أمسي. في صراع بين التربية والنشأة. مثل أنا خلقت بلبنان بالنظام التربية كتير منشدد على الشعر والأدب والفلسفة والدين والغنى. بس إنسان يكبر ويجي على الحياة العملية منحس الشعر والفلسفة حتى الدين من كوكب آخر، بيصيروا بعاد عنا، لأنه الحياة العملية هي تنافس، هي بزنس، مصالح، منافع، كيف كل واحد بده يمشي المصلحة تبعه. يعني منلاحظ أنه صار بالمجتمع المعاصر الحب والشعر والفلسفة والإنسان صار بعيد. يعني صرنا نحن قلوبنا من صخر لنعيش بالمجتمع، لنشتغل بالشركات، فصرنا هالأشياء اللي عم نسمعها صارت من كوكب آخر. نجي منحاول نفوت نرجع نفوت على هالعالم، عالم الحب وعالم الشعر، بس حياتنا الاجتماعية اليومية بتبعدنا عنا. منلاحظ إنه كل ما كنت قلبك قاسي كل ما أنت ناجحة بالمجتمع، والناس اللي عايشين بعالم الحب والشعر والفلسفة صاروا غريبين على المجتمع، وهذا الإحساس تبعي. شكرا. كثير مهم اللي تفضل فيه، كثير مهم. الله يسامحك. يعني سوداوي جدا. نرجع بس نظرة عملية. هلا أنا مثلا حياتي اليومية راجعين لك. أنا بالويكند
بحب أقرأ عن الأمس. أنا ما بحب أحكي عن حالي، أنا نشأتي بلبنان، كملت علمي بفرنسا، ثقافي وشعر وفلسفي. يعني أنا الويكند تبعي بقرأ، يمكن بروح على شط البحر بقرأ عن الفلسفة، عن الدين، عن الحب، عن الشعر، عن كيف بحب غيري. بس ما بتمارس الشعر، يعني ما بتكتب رسالة لزوجتك بالواتساب بحبك وحشتيني؟ إيه بقول لها حبك وتحبيني وكل مصالح، ولكن لا في شعر حكي لك وتحكي لي وكل أكيد مصالح. أكيد مش دارس بلبنان. لا أنا مو لبناني، نشك فيك إحنا الحين بنرجع لك. سؤالك كثير مهم، قديش الحياة؟ بس أرجع، أنا بالويكند بقرأ عن الفلسفة والحب والشعر، بس التنين بس روح بلش الشغل بالشركة من التنين للجمعة بصير إنسان آخر، إنسان من صخر لنجح بالشركة. هو قانون الحياة، يعني هو قانون التمعدن والاستهلاكية والسرعة والماراثون والرزق والكذا. قانون الحياة هي للأقوى، ولكن بالشعر هو في حب، لا اسمح لي، وفي أخوة وغير وفي كم طول عالم الأكبر. شو؟ يعني أنت بقدرتك ممكن تحول القوانين. بنسمع بنناقش كثير مهم. يعني حتى أنا بديني بس روح صلي، يمكن ديني بيأمرني بالمحبة وأحب قريبك نفسك وأحب رب إلهك، وكل الدين بيعلمك أنه تكون ما في تنافس، حبي غيرك وأحب جارك. ولكن بالحياة العملية بالبزنس، إذا بالبزنس في تنافس ما في حب، في قانون الغاب بدك تدعوس. هذا نقاش مهم ويطول، هذا مهم جدا. ناخذ سؤال سكوب. يعني ست بروين، مساء الخير، كيف الأحوال؟ أهلا وسهلا. التقينا في قمة اللغة العربية والأيدنتي. الله يسلمك حبيبتي. أنا عندي أمل جدا، أنا ما فقد الأمل مثلك أبدا. الشعر جميل والكتابة جميلة، محتاجين شخصية مثل ست بروين، وطبعاً الجامعة اللي موجودة هنا حتى نعمل ورش كتابة. أنا يعني كمان طرحت هذا الموضوع على حضرتك قبل، إنه أنا في أمريكا كنت أحضر ورش كتابة، طبعاً باللغة الإنجليزية مو باللغة العربية، ما كان موجود في اللغة العربية. مع الأسف في منطقتنا هنا نفتقر لورش الكتابة باللغة العربية، ورش كتابة شعر أو ورش كتابة قصص أو ورش كتابة يعني بروز just nothing. المشكلة هذا اللي إنه مرات عندك طفل في البيت، ومرات حتى أنت كشخص تحب تكتب بس ما تعرف وين تروح تكتب. أو يعني أنا واحدة من الشغلات اللي شفتها كانت جدا جميلة عندي في أمريكا، إنه أكو ورش كتابة، عندي فكرة بس ما أعرف كيف أكتب هالفكرة بالضبط. ومعاد يعني قاعدين في مجلس وعندك 10 مرات، احنا نكون نساء بس، وعندنا مرشدة اللي هي يعني إنسانة اللي عندها كاتبة كتب كذا، الورش جميلة جدا. وفي أكو يعني بيوت للكتابة، يعني اللي يعني مثلاً بثيزدا رايتينج كلب، so we used to belong to it and there is, you know, there's poetry, there is you know writing stories. I wish لأن إحنا هنا في جامعة مع ناس كتاب، وما يا ريت نخلق ورش حق الطلاب بس وللناس اللي عندها هواية في الكتابة. شكرا، وصلت الرسالة، بحنحاول نركن نعمل. إيه بالضبط، إحنا نحب نجاوب على الأستاذ اللي طبعا تحولت حياته إلى. هلا أنا يعني ماني خبير وشايف الحياة مجتمعية. أنا خايفة عليه. بس أنا عندي بس كلمة صغيرة لكل اللي صار للأستاذة فاطمة، وشكرا كثير على الالتفاتة. أنا بدي أقول لك إنه مشكلتنا نحن، وأنا آخر فترة صرت جدا مزعوج إنه عم بقرأ إنه نحن ماذا سنفعل للغة العربية، ونعمل ندوات لدعم اللغة العربية، ونتباهى إنه أنا بدي أجيب حدا بيغني بالعربي لأنه أدعم اللغة العربية. أنا أعتقد إنه هذا مجرد إنه نحن نفكر كفريق خارج موضوع اللغة، نحن عم نجرب نسعى لتمكين اللغة العربية، نحن أصلاً خارج اللغة. علينا أن نعيش اللغة العربية عادي، نعيش حياتنا بشكل صحيح. اللغة العربية بمعنى أنه مش أنه أنا بدي أعلمها كرمال استعيد أصالتي، عيش هي لغة حية، مارسها، عيشها، غنيها، حب فيها، اكتب فيها من دون ما نحكي عنها. يعني أنا وعم بحكي عنها هلأ عم برجع أرتكب الخطيئة يلي أنا مزعوج منها، لأن في قلق اللغة. بس اللي تفضلت فيه فعلا مهم ويستحق النقاش، وأنا أعتقد أنه يمكن بحاجة لجلسة أخرى متخصصة. نعم، هذه لأن أسئلة كثير كبيرة. السؤال الثاني اللي هو مع معنى الحياة، وهل الإنسان اليوم إنسان أم هو روبوت بده ينتج
هل نحن الآن نخرج ناس حقيقيين مبدعين بيقدروا يرأفوا بالآخرين ويفكروا بحلول للمستقبل، أم أنا على طول تفضلت بالحياة الرأسمالية الليبرالية اللي هي فعلا ينهشوا الأخ وأخي أخاه ومية بالمية عم تحكي صحيح، بس هذا نقاش غير لغوي وشعري وتربى نقاش اجتماعي ونقاش فلسفي مهم كثير، بس أنا ماني شخص مناسب لهذا النقاش، بس بقول لك إنه منيح إنك تقرأ بالويك إند، ومنيح أنت وعم تقرأ نتذكر إنه حتى لو أنا بمختبر وعم بشتغل مع أدواتي، إذا أنا عندي العمق الشعري والفلسفي أستطيع من خلال المادة أن أذهب إلى ميتافيزيقيا وأكتشف لأنه معظم ما نعيش اليوم بالعلوم الحديثة نتعامل بالحدس وليس بالحواس الخمس مع الأشياء. صحيح. لم نرى الذرة ولم نرى الثقب الأسود ولم نرى، فما بالك بالحياة الاجتماعية اليوم. فهذا نقاش يطول. نعم. وبعتقد المداخلة الأخيرة بهذا السياق. أحب أشكركم على حضوركم، كل الأسئلة يعني مطروحة، وفعلا يمكن أنا أرجع يمكن أنا أختلف معك، إحنا ما نرهب اللغة بقدر ما إحنا خايفين على اللغة، لأن أحيانا هل هو قلق اللغة ولا قلق أصحاب اللغة، لأن فعلا إحنا باتجاه قلق حقيقي مع اللغة. أعتقد الدراما يعني السينما الغنى كل هذه الأشياء، حتى الشعر باتجاه أنه هو يلحن، هذا باتجاه إحنا تحصين اللغة العربية. شكرا لحضوركم، شكرا أستاذ مهدي منصور الشاعر الموهوب حقيقة والفنان الجميل فرج أبيض، شكرا لحضوركم جميعا، شكرا لجامعة نيويورك على إتاحة الفرصة لي بأن ألتقيكم، شكرا لناهد المنسقة الجميلة، شكرا لإدارة الجامعة.